طبقنا طبقنا بين هذا طبقنا. طيب بما ان احنا هندخل كده كده على الجي كويري، فالجزء بتاع التطبيق على الجافا سكريبت هيكون قد كده، ونفس الحاجه بالجي كويري هتبقى قد كده. تمام. فبدل ما اجيب سيشن يكون غرضها في الحياه ان احنا نتعقد ونتعقد من الجافا سكريبت اللي انا اصلا متعقد منها من غير حاجه، فنقول ان احنا ندخل على الجي كويري نفس الافكار اللي كنا هنطبق عليها في الجافا سكريبت هنطبقها ان شاء الله السيشن اللي جايه في الجي كويري. تمام. او افكار اعلى شويه. تمام. ايه جي كويري؟ هي ممكن نقول مكتبه، وممكن احنا نقول فريم ورك. فريم ورك زي البوت ستراب. البوت ستراب كان حاجه كده تعمل لك الموقع كله وشغل كبير وحوارات مش عارف ايه. طيب لما بلاقي حاجه بتعمل جزئيه صغيره تاسك كده في السريع، ودي حاجه بقول عليها مكتبه او لايبراري. تمام. طيب هي جي كويري بتعمل حاجه صغيره؟ لا، جي كويري بتعمل حاجات كتيره قوي قوي. تمام. فممكن احنا نقول عليها فريم ورك، يعني ممكن تجاوزها ان احنا نقول عليها فريم ورك. لو ان احنا دخلنا جوه فكر السوفت وير والسوفت وير انجينيرنج والسوفت وير اركتكتشر والافكار دي كلها، وشفنا التعريف فعلا ما بين اللايبراري وما بين الفريم ورك، وشفنا الجي كويري هنلاقي الجي كويري لايبراري ولو ان هي مكتوبه هنا فريم ورك. يعني يا جوجل شوف هتصدقوا مين بقى؟ جوجل طبعا هتنصر. تمام. تعال نشوف الجي كويري هننزلها ازاي وهنتعامل معاها ازاي زي قبل كده. طيب الجي كويري زي البوت ستراب او زي الفونت اصلا، ممكن ان انا انزل الملف عندي واستدعيه لوكالي، او ان انا ممكن استدعي السي دي ان بتاعها. تمام. فلو جيت قلت له داونلود جي كويري، هي الجي كويري بس دماغها على قدها شويه في موضوع الداونلود ده، ان انا لما اجي اقول له داونلود الكومبريس بيجيب لي الملف نفسه اهو. طيب الملف دوت هو عباره عن شويه اكواد جافا سكريبت، اي نعم هي مضبوطه ومتكبله واسامي الفاربنز اللي فيها بايظه حاجه من 60 ليره، بس احنا مش فارق معانا الكلام دوت. تمام. فتعال ناخد الكلام ده كله وتعال نعمل ملف جي كويري اسمه jQuery.js، هو ملف جافا سكريبت. تعالى نفتح المشروع ده. طبعا كل الكلام ده هو ايه في التسجيل بيفضل ممل شويه، نيكست نيكست بتعدي 10 15 ثانيه تلاقي نفسك تيجي تدخل في حته بقى انا بتكلم دلوقتي انت مش عارف انا بقول ايه، فانت ترجع عشان ما يكونش في حاجه فاتتك فتكمل فتكتشف ان في حاجه ما كانتش مهمه اتقالت وهكذا. المهم يعني ندخل على ملف الجي كويري، نجيب الكلام دوت نحطه بيست، نعمل بقى ملف ال HTML بتاعنا index.html. كتبتها غلط. وادي ملف ال HTML. لو حد مش فاهم اللي انا عملته ببساطه علامة تعجب وبعدين تاب. يعني لو عايزه احنا اتفقنا ان احنا من شويه كانت اخر مره نضحك في حياتنا، هتنتحري معانا؟ طيب تعالوا ايه نحط ال تايتل جي كويري، وهنيجي هنا نستدعي، لازم نستدعي الجي كويري قبل ما نستدعي البوت ستراب. ادي جي كويري بوت ستراب خلاص قعدتي ما تقعدي فيا اقعدي. ثابت المكان كله رايح. انا عايز اقعد هنا. ده مكاني ايه بس؟ ما يا ستي اقعدي في اي حته.
ميسون رانيا، لو حبيت تتعرفوا على بعض رانيا كانت معانا في الجروب الاول. ميسون عرفتوا ليه البرمجه بتموت الواحد ناقص عمر؟ برمجه وتدريس الاثنين في نفس الوقت. هي ده نهايه لو درست اعتزل المجال ده. طيب كنا بنقول ان الجي كويري لازم استدعيها قبل ما نفس الجافا سكريبت. غلطت من شويه قلت البوت ستراب، لا هو الجافا سكريبت. تمام؟ ادي السورس بيساوي اسميه مثلا سكريبت دوت جي اس وكريت الفايل ده. طيب انا قبل ما اشتغل انا هعتبر ان الجي كويري مش موجوده او هعملها كومنت اساسا، مش هنستعامل معاها خالص. واجي في السكريبت ده نعمل حاجه بسيطه جدا كانها بتعمل سيميوليشن للجي كويري. سيميوليشن مش حقيقي، مش هيعبر عن اي حاجه في اي حاجه، بس يعني خلينا بنمثل على بعض. تمام؟ طيب انا هعمل فانكشن اسمها جيت، ببصي فيها مثلا الاي دي اللي انا عايزه واقول له ريتيرن دوكيمنت dot get element by id واقول له الاي دي ده. طيب لو انا دلوقتي عندي ديف في ال HTML ولنفترض مثلا اسمه روت، ادي ديف الاي دي بتاع الاي دي بتاعه روت النوع الاساسي، ممكن انا اقول له let x بيساوي document dot get element by id الكلام ده كله، او ان انا اقول له get root بس، او لا ده هيبقى لازم ان انا اجي نعوض اقول له هاش، لا مش هاش، لا صح كده، اقول له الاي دي بس كده. فانا لو قلت له جيت، انا عملت فانكشن انا اللي عملتها بنفسي قدامكم اهيت في السطر الاول اسمها جيت، صح؟ فيها مشكله دهيت؟ لو انا جيت نعوض حتى عشان اتاكد قلت له كونسول دوت لوج اكس وجيت نعوض، رحت مشغل ده كنترول شيفت اي، كنترول شيفت اي ايه ده؟ كنترول الت الت كنترول الت، هي بتتعمل ازاي؟ ايا يكن يعني نجيب الانسبكت، ادي الكونسول الاقي فيه الديف ده هو فعلا شغال عادي زي ما انا محتاجه. فين 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 اهوت، تمام ده هو كاني ما عملتهاش فانكشن وعملتها على طول دوكيمنت جيت ايلمنت باي اي دي وجبت الاي دي ده، صح؟ طيب ايه رايك ان انا بدل ما بصي له الاي دي ابصي له الاي دي او الكلاس وهو يعرف بنفسه لو كان اي دي يبقى دوكيمنت جيت ايلمنت باي اي دي، ولو الكلاس يبقى دوكيمنت جيت ايلمنت باي كلاس نيم، وهيبقى الري مش هيكون احسن وكده. انا استدعي فانكشن جيت وكده انا برضه هستدعي فانكشن جيت، مفيش فرق، صح؟ طب ايه رايكم يبقى نزود كمان نفس الفانكشن جيت ده في التاج نيم يكون كويس؟ طيب ايه رايك ان بدل ما اسميها جيت هسميها اي حاجه ثانيه؟ هسميها مثلا دولار ساين كده. عادي اسمها كده، في مشكله؟ في حاجه اتغيرت؟ هو كده كده البادي بتاعها زي ما هو. ايه رايك البادي بتاعها ما يبقاش مجرد الحته ديت، لا ده يبقى ان انا اختارهم كلهم. هي دي بالظبط الجي كويري. تعالى نيجي كده الجي كويري، ان انا هاجي اقول له let x بتساوي دولار ساين واكتب هنا الحاجه اللي انا عايزها. تمام؟ دولار ساين ديت معناها ان انا بستدعي الفانكشن الاساسيه في الجي كويري. طيب لو انا في السي اس اس عايز استدعي الاي دي بتاع حاجه كنت بعملها ازاي؟ شباك، بقول له كده الشباك او الهاش دهوت روت بنفس الطريقه بتاعت السي اس اس. طب تعالى كونسول لوج للاكس ده وهلاقي حاجه مختلفه. اي نعم تحس ان هي نفس الحاجه بس هي حاجه مختلفه شويه. تعالى كده ده اللي كان بيظهر لي الاول كلام اتش تي ام ال عادي، ده اللي بيظهر لي دلوقتي هو شكله غريب خالص بس هو ديف واخد اي دي روت. على قشطه تمام شغال، وعلى ذلك المنوال اي حاجه عندك اي دي يبقى هاش، طب لو كلاس يبقى دوت، لو التاج نيم نفسه يبقى التاج نيم. تمام؟ طيب تعال نبص على الرود ماب، المايند ماب دهيت بتاعت الجي كويري.
تعال نبص على السنتكس بتاعها في البدايه. السنتكس ان الجي كويري بتعبر عن ماشي كده. قول هنا بقول له ان انا عندي الدولار ساين وبعدين عندي السلكتور ويفنت اكشن. يعني ايه؟ يعني من الاخر زي الجافا سكريبت كنا بنقول له لما يحصل كذا اعمل كذا. هو ده اللي انا هقوله، لما يحصل كذا اعمل كذا. تمام. فتعالى نيجي هنا ونعمل الديف دهوت فيه كلام، وفاكس بقى ان انا اعمل له اكس دايت عشان مش محتاجها. ممكن اكتب كده على طول واقول له دوت واشوف الايفنت اللي انا عايزه. طب ايه الايفنتس اللي عندي؟ تعال نبص كده. الاول كان عندي اون كليك وان دبل كليك وان تشيك. لا احنا قلنا كليك دبل كليك ماوس انتر ماوس ليف ماوس داون ماوس اب. تعال نقزقز فيهم واحده واحده. تعال نبدا بكليك دوت كليك. تمام. في مشكله في الكلام ده لحد دلوقتي؟ طيب هجيب القوسين كليك دول واحط جواهم الحاجه اللي انا عايزها. فانكشن فانكشن ملهاش اسم، وبعدين ادي قوسين وادي الكيرلي بريسز اتفتحوا واتقفلوا في الاخر، واجي جوه اكتب اللي انا عايزه. تمام. طب تعال نجرب في البدايه ان انا هقول له كونسول دوت لوج تيست. هجرب ما فاكرش. طيب هضغط على لورم ابزم دهيت، انا ضغطت فوق اتكتب لي هنا تست، ضغطت تاني هيتكتب تاني، ضغطت تالت هيتكتب تالت، وهكذا عمال اضغط ودهوت عمال يزيد. تمام قشطه. طيب انا عايز ان انا اعدل على حاجه معينه، اعدل على التكست بتاع حاجه معينه، او عايز اعدل عن طريق افكت معين. تمام. فتعال نشوف لو انا عندي ديف تاني واخد كلاس output مثلا، وتعالى هنا نقول له style dot output output نديله height 100 بكسل وال width 100 بكسل وال background color green. هنبص كده هو ظاهر، هو موجود اهوت. تمام. هاجي هنا بدل ما اقول له كونسول لوج، لا انا هختار الاليمنت ده اللي هو واخد كلاس، كلاس يبقى دوت اوتبوت، واقول له مثلا هايت. في عندي شويه افكتس هنبص عليها واحده واحده، بس ادي عندي ايه هايت. تعال نعمل ريفريش، هضغط هنا عمرو بن العاص فتح مصر، واحد من الاربعه المصريين بالجنه برأي يوسف. طيب دلوقتي انا عندي ان انا بقول له هايد، ممكن ان انا اقول له شو. طبعا لو قلت له شو هو كده كده اصلا ظاهر فمش هيحصل حاجه، بس لو كان مخفي هيظهر. طب تعالى نعكس، انا عايز اقول له لو كان ظاهر مخفي ولو كان مخفي اظهره، لو كان مخفي اظهره. تمام. هنعملها اف كونديشن، اقول له اف ان الاليمنت دهوت از هيدن مثلا او از شورت او ما اعرفش اتعمل ازاي، اعمل كذا از اعمل كذا، ثلاث اربع سطور صح؟ في حل بديل. توجد. طب الحمد لله. إيه مفيش اصلا؟ مين اللي لعب على الكرسي الحلو؟ لا في حد تاني. 100 100. طيب توجل ده بتعمل ايه؟ لو ظاهر اف بي، لو ظاهر اف بي، لو مخفي اظهره. تيجي نجرب. لو ظاهر اخفيه، لو مخفي اظهره. تمام. هي دي كده بدايه الجي كويري. الجي كويري هتلاقي قصتها من اولها لاخرها هي عباره عن الـ
دولار ساين بين قوسين السلكتور اللي عندك ايفنت لما يحصل كذا هيعمل الاكشن الفلاني. تمام. كل القصص اللي بعد كده ان احنا هنشوف السلكتور ده هو ممكن يبقى جيتر، ممكن يبقى سيتر، ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل انيميشن، ممكن نحور نظبط الحاجه حسب ما احنا عايزين. تمام. واحنا ماشيين هنشوف الايفنتس ديت ايه، الافكتس ديت ايه، الجيتر والسيترز دول ايه والتريفرسنج. تمام. دلوقتي انا عايزكم تبداوا بالحته اللي هي ده اللي هكون مبينها لكم. تنزلوا انتوا الجي كويري بنفسكم، تسطبوها بنفسكم الجي كويري قبل الجافا سكريبت. الجي كويري والجافا سكريبت بيكونوا في اخر البادي مش في البدايه، مش هنقصر. تمام. وجو اهيد. طيب يلا بينا نكمل. يلا بينا. طيب نرجع للمايند ماب دهيت. نشوف عند دلوقتي شفت الدولار ساين. تمام. السلكتور كده كده نفس السلكتورز اللي احنا واخدينها قبل كده في السي اس اس موجوده برضو في الجي كويري. تمام. الايفنت احنا شغالين على الايفنتس، احنا بدانا باول واحد كليك. تمام. وجوه بعمل اكشن، الاكشن دوت ممكن يكون مثلا افكت من دولت. انا شفت الهايد، شفت الشو، شفت التوجل. الهايد ان انا عندي حاجه ظاهره بخفيها، الشو عندي حاجه مخفيه بظهرها، التوجل بدل ما بينهم لو نوع ظاهر فيه لو مخفي يظهره. تمام. فتعالى نمشي برضو الباقيين دولت اللي هم الفيد. مفيش حاجه اسمها فيد، هي فيد ان او فيد اوت او فيد توجل او فيد تو. مفيش سلايد، في سلايد داون، سلايد اب، سلايد توجل. تمام. فتعالى نمشي مثلا في البدايه الفيد دوت ايه قصته. تمام. هاجي دوت هقول له فيد ان، فيد ان مش هتعمل حاجه، خلينا فيد اوت. تمام. تعالى نعمل ريفرش، هضغط هنا، خدوا بالكم اللي حصل. تاني كان الواد ودي قال لكم بالتصوير البطيء، هي بتختفي واحده واحده مش فجاه زي الاول. تمام. طيب ممكن فيد توجل، اضغط مره تختفي، اضغط تظهر، اضغط تختفي، اضغط تظهر. طيب انا ممكن اجي نوت، بقول له نوت تايم، لا ممكن اقول له فيد تو، فيد تو وبقول له مثلا نوت 0.8 من 10. خليها ايه ده؟ ده فيد تو ثانية اس اي، لا لا هي واحدة بس، واحدة ولا اثنين؟ فيد تو البرسنتيج، ما انا بقى ما ده اللي انا بعمله. فيد تو كويري حلو عادي الواحد نسل. طب انا اقول لكم على حاجه، تعالوا نبص على الايرور كده، مفيش ايرور اصلا. الديوريشن والاوباسيتي بياخد حاجتين. الديوريشن مثلا ان انا اقول له 500 مللي ثانيه يوصل لحد نص المفروض يعني كده اهي. في التو بتاخد حاجتين، الحاجه الاولى الوقت كان مللي ثانيه، الالف مللي ثانيه في ثانيه، يعني انا لو عايز ياخد ثانية بكتب له 1000. طيب انا هنا بكتب له حاجتين، الحاجة الأولى الوقت، هو هيعمل أنيميشن في وقت معين كده، الوقت ده ممكن يكون ثانية، ثانيتين، 10 ثواني اللي أنا عايزه. كل ثانية ب 1000 مللي ثانية. فأنا لو جيت كتبت له 500 فدي معناها نص ثانية. لو كتبت له 1000 فده معناها ثانية. تمام؟ من وقت ما ضغطت لحد ما أوصل للليفل ده واخد ثانية كاملة. تمام. طيب الحاجة التانية فيد ده كام في المية؟ يعني يبقى شفاف، لو أنا قلت له صفر يبقى شفاف خالص مش ظاهر. لو قلت له واحد يبقى هو مصمت صالح عادي ظاهر زي العادي. تمام. فتعالى نخلي دهيت مثلا 2 من 10 وتعالى نضغط. اخد ثانيه كامله علشان يوصل للدرجه اللي انتم شايفينه، هو ظاهر بس حاجه بسيطه خالص. تمام. لو انا زودت صفر نوت عشان ياخد 10 ثواني. تمام. دي اكتر حاجه انتوا هتكرهوا نفسكم فيها ان هو ياخد 10 ثواني
عشان يوصل لده. تمام. المهم شوف انت عاوز ان هو ياخد وقت قد ايه علشان يوصل لحد قد ايه. تمام. برضو في عندي الفيت توجل، احنا دي بصينا عليها صح. وانا لو كتبت له ان هو 2000 ينفع؟ ممكن انا اكتب له بين قوسين الوقت، بشوف الوقت هو بياخد ثانيتين علشان يظهر، عشان يختفي او يظهر. تمام. ده كده الفيد. كان قبل كده الهايد والشو والتوجل بيظهر بيظهر بيختفي بيظهر يختفي يظهر يختفي، انما دلوقتي الفيد لا، هو بياخد وقت علشان هو يظهر ويختفي بالانيميشن او بالتأثير بتاع الفيد. تمام. طيب التأثير اللي بعده اللي هو السلايد، تعال نبص على سلايد اب، نقول ان هو برضه ياخد 2000. بص كده وعامل زي ستار كده بتطلع لفوق. طيب سلايد داون طبعا ايه هيبقى العكس، ان هو يظهر. سلايد داون ان هو يظهر، هو دلوقتي اوريدي ظاهر فمش هتعمل حاجه. فانا لو جيت قلت له سلايد توجل وياخد برضه ثانيتين، فهو كده يظهر او يختفي كده وكده يظهر. تمام كده. طبعا انا ممكن انا استعمل اي ايفنت منهم. لو انا جيت على دبل كليك، يعني هنا اقول له دبل كليك، دبل كليك مش اون دبل كليك. اون دبل كليك دهيت كانت في الجي كويري العاديه في الدوم، انما في الجافا سكريبت العاديه، انما طالما انا شغال جي كويري لا هي اسمها دبل كليك. تمام. تعالى نعمل كده. لا تاني، لو انا ضغطت ضغطه واحده مش هعمل حاجه، ضغطة واحدة مش هيعمل حاجة، ضغطتين هيعمل الحاجة اللي أنا قلت له عليها اللي هي التوجل. طالما إن هو كان ظاهر هيختفي، لو طالما إن هو مخفي هيظهر لما قلت له دبل كليك. طيب اللي بعدها ماوس انتر ماوس ليف، إيه الفرق ما بينهم؟ شبه الهوفر. ماوس انتر لما أجيب الماوس على المكان ده، طب ماوس ليف ماشين الماوس. تمام. طب الاول كان الهوفر ذات نفسه، انا لما لو قلت بس حاجه دي تخلي الخلفيه بتاعتها اخضر، اول ما اقف كده هيبقى الخلفيه اخضر، اول ما اشيل هدي يتشال. هنا لا، لما اجي اقول له ماوس انتر خلي الخلفيه اخضر، فاجي اعمل كده هيخلي الخلفيه اخضر، اجي اشيل هتفضل اخضر زي ما هي. تمام. ده الماوس انتر الماوس ليف. طيب تعالى هنا نبص كده، اقول له ماوس انتر، وبص مجرد بس ان انا اجيب الماوس هنا، اصلا لو هو الديف اصلا مكمل قدام الديسبلاي بتاعه بلوك، فهو مكمل الصف ده كله او الاول. تمام. يا دوبك ان انا اعمل كده اتنفذت. طيب انا شلت الماوس، حط الماوس تاني هيعمل توجل، شيل الماوس حط الماوس هيعمل توجل وهكذا. تمام. طيب ماوس ليف، كان نعمل ريفرش. انا جبت الماوس هنا حصل حاجه؟ لا. شيل الماوس توجل، حط الماوس حصل حاجه؟ لا. شيل وهكذا. تمام. في عندنا برضو الماوس داون والماوس اب، ان انا لما اجي اضغط اول ما اضغط اول ما الزرار ينزل لتحت نفذ الماوس داون. طب انا ممكن افضل ضاغط وافضل واقف عليه شويه وبعدين اشيل صباعي من على الماوس ماوس اب. تمام. كده كده يعني الماوس داون وماوس اب فكك منهم، احنا لو انت محتاجهم هتلاقي نفسك بتستعمل الكليك احسن. تمام. وعامة يعني الكليك هي اكتر واحدة مستعملة فيهم كلهم. تمام. طيب تعالى نيجي كده على الجيترز والسيترز. طيب الجيترز والسيترز هنا اهو، ايه ده بقى؟ دول شويه فانكشنز موجودين في الجي كويري، لو انت استعملتها ممكن تستعملها كجيتر
او تستعملها كستر. طب يعني ايه كجيتر او كستر؟ يعني ايه جيتر وستر؟ جيتر ان انت تاخد الداتا دهيت اللي موجوده فيها، يعني تاخد التكست اللي موجود في الاليمنت ده، او تقرا ال HTML، او تقرا ال val، او تقرا ال attribute، او تقرا ال CSS اللي في الاليمنت ده. طب ستر ان انت تحط القيمه، تغير قيمه التكست او قيمه ال HTML او قيمه ال val او كذا او كذا. طيب تعال نشوف واحده واحده الكلام ده يعني ايه. تعال نيجي في ال output دهوت، تعال نكتب فيه مثلا دورم 10 كلمات، دورم يبقى كده 10 كلمات تمام. وتعالى اجي اقول له تكست. دلوقتي انا ما حطيتش قيمه هنا، ما حطيتش قيمه في القوسين دول، فانا مثلا هاجي اقول له تكست يساوي الكلام ده اهوت، واجي اقول له كونسول لوج لاكس ده تمام، وخلي ده هي ايه كليك عشان نكون شايفينها. كده كده الكتابه موجوده هنا، سيبك من الكتابه اللي موجوده في اللافدر ده. انا لما اضغط هنا المفروض اللي يحصل ان هو يعمل جيت للداتا دهيت للتكست اللي هنا، يحطها في فاريبل اكس ويطبعها في الكونسول تمام. فانا لو جيت هنا كده ضغطت وبصيت هنا هلاقي عندي فعلا الدورم يبزم ال 10 كلمات اللي انا كتبتها. لو ان انا ضغطت تاني هيسيبهم تاني او تالت او عاشر براحتي تمام. طيب تعالى نقول له HTML، المفروض ان الاثنين نفس الحاجه. اجي ادي اكتب كده الاقي ان طلع لي نفس الحاجه. طيب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الفرق ان انا لو حطيت تاج جوه، يعني ايه؟ يعني تعالى هنا كده وحط الكلام ده في باراجراف. دلوقتي الاليمنت اللي عندي اللي انا شغال عليه هو ديف الاوتبوت ده اهو. لو انا قلت له اقرا لي التكست اللي جوه، تكست وخلاص يا باشا، ماليش دعوه بالبرمجه ولا افهم يعني اتش تي ام ال ولا سي اس اس. التكست اللي جوه هيكتب لك اللورم ابزن ده اهو. انما لو قلت له هات لي الاتش تي ام ال اللي جوه، هيجيب كل اللي جوه اللي هو فيه تاج الباراجراف ده. تعال نشوف الفرق. دلوقتي انا كاتب ايه؟ ايه ده؟ دلوقتي انا كاتب HTML، فلما ابص هنا هلاقي ان هو كتب لي كده. هلاقي ان هو كتب لي تاج الباراجراف تمام. طب لو رجعتها تكست، لو جيت انا اهوت ورحت كاتب له تكست، تعالى نضغط عليها، مش هيكتب لي تاج الباراجراف، جابها تكست عاديه ولا كأني أعرف حاجة عن ال HTML تمام. أنا محتاج ده ولا ده؟ لا معرفش. شوف أنت عاوز إيه؟ شوف وأنت بتشتغل أنت عايز تعمل إيه؟ طيب ده بالنسبة إن هي جيتر، أنا أخدت جيت للداتا، جيت قريت الداتا دهيت. طيب عايز أسيت الداتا دهيت أحط قيمة ليها. تعالى نيجي كده، خلي ده كومنت، خلي ده كومنت دوت اوتبوت دوت تكست بين قوسين تيست. لما اضغط على الروت اللي فوق دهوت هتعدل التكست اللي في الاوتبوت، هتخليه مكتوب كلمه تيست. طيب تعالى نيجي هنا كده نعمل ريفرش، اضغط هنا اتغير التيست، اتغير التكست اللي هنا فعلا بقى تيست تمام. طيب لو انا جيت هنا اهوت ورحت كاتب باراجراف بالشكل ده، ولاحظ انا كاتبها تكست، اعمل ريفرش اضغط هنا، فهو كتب اللي خلى اللي جواها هي حرفيا الحاجه اللي انت كاتبها، كتب تاج الباراجراف تمام. طب تعالى نعكس بقى، تعالى نخليها HTML. فانا بمثابه ان انا بقول له حط جواه الكلام ده اهوت وتعامل معاه ان هو HTML عادي، زي كده هيتعامل معاه ان هو HTML. ولما اجي اقول له انسبكت الكلام ده اهوت وابص هنا هلاقي ان هو محطوط جوه باراجراف، موجود جوه باراجراف زي ما كاتبه في السكريبت تمام.
يبقى هي دي بدايه الجيتر والستر تكست و اتش تي ام ال. كده فهمنا الفرق بين الجيتر والستر، الاثنين بنفس الشكل او بنفس الفانكشن، بس هنا هل هحط لها ارجيومنت ولا مش هحط لها ارجيومنت. فهمنا الفرق ما بين تكست وما بين اتش تي ام ال. بس كنت طبقه برضو على الحته اللي هي. يلا يلا يا جدعان، يلا يا جدعان في السريع كده، يلا بينا نكمل ولا كأن حصل اي حاجه. اظن الدنيا جميله ولذيذه، سيشن عقله مش والكرسي ده هيقعد يحضر فيه، وحسبي الله ونعم الوكيل مش فيك، انت مغلوب على امرك. تمام، طيب تعال نكمل ونشوف الحاجات الثانيه. تكست تو اتش تي ام ال خلصناها، تعال ندخل على فاليو او فاليو. فاليو ده هتبقى في الانبوت، تعال نيجي نستعمل بقى انبوت ونلعب بيها شويه. ده 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 تعال نيجي اقول لك تعال نعمل كده، تعال نعمل انبوت. طيب تكست او ايا يكن مش فارقه، تعال نقول له فكك من نيم، الاي دي فيرست واحد تاني، الاي دي سكند، وتعال نعمل سبميت بوتون، نقول له مثلا اي دي بوتون. طبعا نمسح كل الكلام ده هوت دولار ساين هاش. البوتون ده كان اسمه بوتون. لما اضغط عليه هتعمل ايه؟ هتعمل الفانكشن ده. طيب انا عندي المفروض في اثنين انبوتس، فانا هعمل الاول ادي فاريبل اسمه فيرست مثلا بيساوي ادي الدولار ساين بتاعت الجي كويري، وبعدين هحدد السلكتور بتاع الاولاني الاي دي بتاع اي دي فيرست، يبقى ادي هاش فيرست، وادي تاني واحد سكند سكند، واجي انا اقول له دوت فال دوت فال، وتعالى نجرب ان احنا نطبعهم او نطبع بس واحد منهم كفايه كونسول لوج لفيرست عشان نشوف الفاليو بتاعته بتبقى عامله ازاي. تعالى نعمل ريفريش، ادي الاول ان هوت لو كتبت فيه اي حاجه ادي كونسول، واجي اضغط على الزرار ده هوت كتبها. تمام، تعالى بس نكتب حاجه في الزرار ده هوت. لو كتبت ان هوت اي اس دي مثلا وعملت سبميت هيتكتب لي في الكونسول الاي اس دي اللي انا عايزها. تمام، فممكن ان انا اقول له مثلا ان الاولين ده هيبقى الفيرست نيم والتاني ده هيبقى اللاست نيم، واطبعهم من الاثنين مع بعض كده، فاقول له كونسول لوج زائد مسافه زائد سكند. فانا لو جيت هنا اهوت اعمل ريفريش، رحت كاتب عمرو العبسي وقلت له سبميت، هيتكتب هنا كده عمرو العبسي المسافه ما بينهم. تمام، طيب الموضوع باين ان هو سيمبل خالص، انا هخليها بقى تبقى اله حاسبه وهطبع الاوتبوت في ديف عندي في الصفحه نفسها مش في الكونسول بقى دلوقتي. تمام، طيب تعالى نيجي نعمل ديف تالت. واخد واخد اي دي اوتبوت، واجي اقول له ان الديف اللي اسمه اللي واخد اي دي يبقى هاش اوتبوت دوت دوت تكست بايه بقى؟ بده زائد ده، طالما ان هم ارقام يبقى فيرست زائد السكند فيرست. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كده لو كتبت هنا 5 و3 هيطبع لي كام؟ غلط. تمام بالظبط كده، يبقى 5 وادي 8، اجي انت سبميت كتبهم جنب بعض كونكاتينيشن. عشان التايب بتاعها تكست، طيب خلي التايب بتاعها يبقى نمبر ونمبر. تمام، يبقى المفروض لما اجي اكتب 5 و8 يطبع لي كام؟ 58 برضه. فين جي بي؟ بالظبط. تمام، اجي انا اهوت كانت انت بارس باين بارس انت بارس انت للكلام ده،
ونفس الكلام بارس انت للكلام ده. فدلوقتي بقى فيرست ده وسكند ده عباره عن ارقام، تعال نعمل ريفرش، ادي 5 وادي 8. سبمنت يطلع بكام؟ بصي هو كانت طيب عندي في ال HTML نمبر، فال HTML ما تديلكيش الاوبشن ان انت تكتبي تكست. طب كتبت حاجه وجبت لك في الجافا سكريبت، لا ده تكست تايب. طب ما انا كاتب ال input type number، لا هو تكست. مش مهم ال HTML انت عاملها تكست ولا عاملها نمبر. بالظبط تمام. فلازم اقول له بارس انت او بارس انت علشان هو يحول لي الفاليو دهيت للحاجه اللي انا عايزها. طيب تعال نعمل زرار تاني ونقول له مثلا ايه تشينج. انا عايز من تشينج ده ان انا لما اضغط عليه يغير الفاليو اللي موجوده في الانبوت، يغير الفاليو مش يقراها، يقراها يعني جيت او جيتر يعني، انما يغير الفاليو يبقى ستر. طيب نفس ما كنا بنعمل قبل كده مع ال HTML ومع تكست هنعمل مع فاليو. هاجي اقول له ادي دولار ساين هاش كان تشينج دوت كليك، هتعمل ايه بقى؟ هتعمل الفانكشن دي بين قوسين اهوت وادي القوسين دول تمام. وهاجي اقول له الاولاني كان واخد اي دي اسمه فيرست دوت الفاليو بتاعته خليها تكون مثلا 20 مثلا، وتعالى على تاني واحد وخلي الفاليو بتاعته تبقى مثلا 10. لو ضغطت على سبميت اوت هيجمع الاثنين هيطلع لي نوت ا نمبر، ده قصه ثانيه. انما لو قلت له تشينج كتبهم، طب انا هغير ده مثلا اخليها 7، اقول له تشينج 20 و10 زي ما كتبتها لي تمام. فبالتالي انا فهمت كده ان فال هي اللي من غير ارجيومنت بياخد القيمه. طيب فال اللي بقيمه بيحط القيمه ديت هنا تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت لك شوف بقى الرخامه دي، let first بيساوي طبعا الاولاني اللي هنا هاش first dot val، ونفس الكلام على second. حد عارف اللي انا هعمله دلوقتي؟ طيب انا عايز انك تعمل تكتب الكود ده، فكك من ده كده، فكك من ده يعني ده انت فعليا هتمسحه، انا عايزك ان انت تبدلهم. طيب لو انا قلت ان انا عايز ابدلهم، فتعالى هنا هقول له ده خلي قيمته بقيمه كلمه سكند وده بفيرست كده، انا هبدلهم ماشي. فلو جيت كتبت نوت 10 وهنا 20 قلت له تشينج بدلهم، راجع بدلهم تاني، بدلهم شو هنا شو هنا. هو في الحاله ديت انا مش يعني بالبساطه ديت، لا انا مش محتاجها، بس ممكن في وقت تاني تحتاجيها ولا لا ماشي. وده بيحصل هقول لك في انبوت هو عباره عن سيلكت بس مالتيبل، يعني ممكن تختار كذا حاجه تمام. فانا عندي مثلا انا بقول لك ايه هي السكيلز اللي عندك، فانت ممكن تقول لي HTML CSS جافا سكريبت وبوتستراب وجي كويري وبي اتش بي واوبجكت اورينتد وداتابيز، وتقعد تعدل. بس انت ممكن تبص عليهم كده تلاقي ان هم كلهم عندك. فتقوم عامل زرار او كديفلوبر يعني يعمل زرار اسمه سيلكت اول، اضغط عليه اختارهم كلهم، يبقى انا كده بعدل على حاجه اوريدي موجوده تمام. فكره ان انا ابدل ما بينهم لا، يعني دي ممكن فعلا تبقى قليله، بس ممكن تحتاجيها في الطرح يعني كجمع لا ملهاش لازمه، بس كطرح ممكن تدي الاوبشن ان انت بدل ما تطلع لي القيمه بالسالب لا اطرح تمام.
تعالى اللي بعدها اتريبيوت. طيب انا ممكن يكون عندي كذا اتريبيوت للحاجه الواحده للعلم الواحد، فمش هقول له اتريبيوت كده حاجه، لا اتريبيوت والارجيومنت الاول هو الاتريبيوت اللي انا عايزه تمام، والارجيومنت الثاني هو اللي اوبشنال هنا. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت كده ورحت عامل واحد كمان ونفترض اسمه شو، انا عايز اعرف الاولاني دوت التايب بتاعه ايه؟ التايب بتاعه نمبر، انا عايز اكتب كلمه نمبر دهيت تمام، فهقول له دولار ساين الاليمنت او البوتن اللي هو الاي دي بتاعه شو دوت كليك، لما اجي اضغط عليه هتعمل ايه؟ هتعمل الفانكشن دهيت، هقول لك كونسول لوج، هتطبع في الكونسول مثلا التايب التايب بتاع اول واحد، هو اول واحد دهوت المفروض ان هو دولار ساين هاش، او تاني خليها مثلا سكند دوت اتريبيوت هاتر بالشكل دهوت، وتقول له مثلا التايب، فانت كده هتطبع التايب بتاعه. ادي ريفرش، ادي شو كتب لي هنا نمبر تمام. طيب انا لو جيت هنا اهوت ورحت مخلي ده تكست، ادي ريفرش قلت له شو اكتب لي هنا تكست تمام. طيب ده كده ان انا بعمل جيت للفاليو دهيت او للاتريبيوت قصدي ده تمام، خلي ده كده كومنت. وتعالى نيجي هنا لما اضغط عليه خليه يبقى باسورد، ده احنا كده بنعكس ده كده ست، فانا هاجي هنا اهوت هقول له السكند دوت اتر اللي هو التايب خليه يكون باسورد. تعالى نيجي هنا بيكتب عادي، لو قلت له شو خليها باسورد تمام، شبه اللي كانت في الجافا سكريبت بس هي موجوده هنا برضه في الجي كويري. فحتى ده هي لو كنا بنفكر ان احنا نروح نعملها في الجافا سكريبت اي موجود عندك في الجي كويري تمام. طبعا ممكن ان احنا نعملها توجل، لو ان هو كده يعمل كده، لو ان هو كده يعمل كده تمام. طيب الاتريبيوت دوت عن اللي قبله كان ايه؟ عن الثلاثه اللي قبله التكست دهيت كان يا اما بيبقى قوسين فاضيين دهيت، يا اما قوسين فيهم الفاليو اللي انا عايزها، اتش تي ام ال قوسين فاضيين او قوسين فيهم القيمه اللي انا عايزها، فات دهوت برضه نفس الكلام، يا اما قوسين فاضيين او قوسين فيهم الفاليو اللي انا عايزها. انما اتر يا اما في قوسين في الاتريبيوت اللي انا عايزه، يا اما القوسين فيهم الاتريبيوت اللي انا عايزه والفاليو اللي انا عايزها تمام. بص لما كنت باجي زي فوق هنا اهوت فيرست بتساوي فيرست فال دوت كان قوسين فاضيين فبيجيب الفاليو، طب هنا اهوت فال دوت حطيت فيه سكند حط الفاليو. طيب تعالي اللي تحت اللي كومنت اديهالي، قلت له طيب اتريبيوت تايب اجيب القيمه، ايه ده ثانيه بس القوس ده مكتوب فيه حاجه، لا ما انت دي الحاجه اللي انا عايز اقراها تمام. هنا اهوت لا ده انا حطيت حاجتين بالظبط تمام تمام. حد الدنيا واقفه معايا ولا حاجه؟ طيب اللي بعدها بقى سي اس اس عامله زي الاتريبيوت بالظبط تمام. فتعالى نيجي نقول له مثلا عندي شو ده برضو، شو ده لما اضغط عليه خلي مثلا البادي سي اس اس بتاعته. طب تعالى الاول نكتب له باك جراوند كولر وتعالى نطبعها في الكونسول. طيب شو ده هوت لما اجي نهوت اطبع
تمام. طيب لو انا جيت قلت له بقى خلي السي اس اس بتاعته، سي اس اس، خلي الباك جراوند كولر تبقى ريد، او بلاش ريد خليها بلو، بلاش بلو، هيطلع كده كده الوان حقيره. ار جي بي 120 120 120، يعني برصاصي كده. اتخيل شو تمام كده، انا كنت هعميكوا دلوقتي بلون من الالوان اللي كنت بقترحها دي. تمام، فاهمين فكره السي اس اس، بس واخدين بالكم باك جراوند كلر مكتوبه ازاي؟ مفيش مسافه، كامل كيس، البي سمول، السي كابيتال، مفيش داش. تمام، جيس اول ذا بينك. هي السيشن متسجل؟ كل ده متسجل؟ كده ال 5 دولار تكست و اتش تي ام ال وفال واتريبيوت وسي اس اس، الدنيا تمام فيهم؟ ماشي. طيب الحاجه اللي بعدها بقى كلاسز. خلينا في اول اثنين كفايه، اد كلاس ريموف كلاس. طيب تعالى ونفترض ان انا هعمل كلاس اسمه مثلا دوت اد، واقول له ان الكلر ريد مثلا، وتعالى في الاوتبوت دوت تعالى نكتب درم درم ابسن كده اهوت. طبعا الكلر بتاعه دلوقتي هيكون اسمر، وهو مش واخد اي كلاس او اي حاجه. تمام. طيب لو ده انا اديت له كلاس ريد، يعني تعالى نفترض ان انا جيت هنا قلت له كلاس هيبقى لونه احمر، صح؟ لا انا مش هضيف الكلاس دوت هنا، انا هاجي هنا اعمل بوتن جديد، بوتن ياخد اي دي، سوري اي دي ريد، ريد كده. واقول له لما اضغط عليه هاش ريد اون كليك، هتعمل الفانكشن دهيت فانكشن هات الاليمنت اللي هو واخد هاش اوتبوت اي كي اوتبوت، وادي له اد كلاس. ايه الكلاس اللي انا عايزه اضيفه له؟ كلاس ريد مثلا. تعال اضغط هنا هيضاف ده. طيب تعال نعمل بوتن تاني جرين بلو جرين بلو. واجي اقول له لما اضغط على جرين دوت ديف كلاس جرين، ولما اضغط على بلو هضيف كلاس طبعا ايه بلو. وتعالى نيجي هنا برضو في الستايل، عملنا الريد، نعمل الجرين، نخلي الكالر بتاعه جرين دوت بلو، نخلي الكالر بتاعه بلو. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب تعالى نشوف، لو انا دلوقتي ضغطت عليه على ريد هيبقى لونه ريد، طب لو ضغطت على جرين ايه اللي هيحصل؟ هيبقى جرين. طب لو ضغطت على بلو هيبقى بلو. طب لو ضغطت على جرين ايه اللي هيحصل؟ بالظبط. انا بص كده على ده، هو دلوقتي مش واخد اي كلاس، لو انا ضغطت على ريد هيزود كلاس ريد، طب لو ضغطت على جرين هيزود كمان كلاس جرين، فدلوقتي هو واخد ريد وواخد جرين. ماشي، ده مخلي الكلر ريد وده مخلي الكلر جرين، هينفذ ده ولا هينفذ ده؟ هينفذ اخر واحد. طب لو ضغطت على بلو هياخد ريد وجرين وبلو، هينفذ اخر واحد. طب لو ضغطت على جرين هو ريد واخد جرين، واخد ريد وجرين وبلو، اخر واحد كان ايه؟ كان بلو، هينفذ البلو. فانا هاجي اهوت هحذف الباقيين، هاجي مع كل واحد كده
واقول له ريموف كلاس كذا وكذا دوت ريموف ريموف كلاس جرين وبلو. تعال نجرب كده الاول، لو ان انا ضغطت ريد اشتغل، جرين هيشتغل، ريد هيشتغل ان هو مسحهم فعلا. بس كذا مرة كده يعني عايز بكتبها كل شوية. كان في طريقة أسهل بكتير بقى. بص يا باشا، مش أنت قلت له الأوتبوت دوت ريموف كلاس؟ تعالى هنا تقول له ريموف كلاس تاني، ريموف كلاس البلو دوت اد كلاس ريد، وامسح الاثنين دول. جبت الاليمنت اللي انا عايزه، قلت له دوت ريموف كلاس كذا، دوت ريموف كلاس على نفس الاليمنت، دوت اد كلاس على نفس الاليمنت، تمام؟ طيب هو ممكن السطر كده طويل وانا مستسخفه شويه، ممكن اقوم عامل كده واقوم عامل كده. ده هو ده الاثنين نفس الحاجه بالظبط، بس ده ممكن يكون احسن لعينك عشان تعرف تقراها. نزلت اكتر من سطر، في مشكله في ده؟ ايه؟ تاني؟ لا ده في الحته دي بس، مالناش دعوه بالباقي. ما هو ريموف للجرين وللبلو، لو ان هما موجودين، لو مش موجودين عادي يعني. بص المره اللي فاتت استني، انا ما اعرفش ده اللي انت قصده ولا لا، بس تعالى نشوف. انا دلوقتي قلت له ريد، هل هو حذف حاجه؟ ما كانش فيه كلاسات اصلا. طب تعالى هقول له جرين، فدلوقتي انا في ريد وجرين، ماشي؟ لو رحت لريد ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيشيل الجرين ويحط بلو، فبقت ريد. هيحط الريد قصدي، هو هيحاول يشيل الريد والبلو، هيلاقي الجرين هيشيله، هيحاول يشيل جرين وبلو، هيلاقي الجرين هيشيله، مش هيلاقي البلو عادي ولا كان حصل اي حاجه. ده كده مش سؤالك اصلا. ايه ازاي؟ يعني انا دلوقتي شلت الجرين والبلو صح؟ طب تعالى اضغط على جرين، حط عادي. طب تعالى اشيلها تتشال، حط بلو. طب حط عادي. لو ضغطت على جرين دلوقتي مش هيعمل حاجه، لان انا لسه ما عملتش ريموف للكلاسات عند الجرين، فاهم؟ لا جرين كانت اخر حاجه لما كان عندي ريد وجرين بس. لا ادي ريد وادي جرين، فهينفذ الجرين. تمام. تعالى على البلو، لو انا رجعت لجرين هيضيف الجرين وهو اوريدي موجود، فمش هيعمل حاجه، تمام؟ انما لو ضغطت على بلو ايه اللي هيحصل؟ فكده هو حاطط ريد بس، تمام؟ تعالى اضغط على جرين هيزود الجرين، هيبقى فيه ريد وجرين. هيزود البلو هيبقى فيه ريد وجرين وبلو. طيب تعالى الريد، ازود البلو هيزود الجرين، هيزوده عادي بس مش هيعمل حاجه، علشان ترتيب السي اس اس ان البلو ده كان اخر حاجه. اللي احنا كاتبين السي اس اس ده كان البلو اخر حاجه، تمام؟ فانا ممكن اجي نهوت واعمل برضو ايه ريموف كلاس للكلام ده، وممكن اقول له برضو ايه ريموف كلاس للريد لان ملوش لازمه، ريموف كلاس الجرين واد كلاس ال. ادي الريد، ادي الجرين، ادي البلو، ادي الجرين، ادي البلو، ادي الريد، ادي الجرين، ادي الريد، ادي البلو، ادي الجرين، تمام كده؟ الدنيا تمام معاكم ولا ايه؟
ايوه اي الكلاس اشتغل سي اس اس عادي يعني، اديله الكلاسات اللي انت عاوزاها. انتوا كويسين؟ انا سمعت منار بس، حد تاني بيتكلم؟ ايه الكلام بالنسبة لكم؟ تمام تمام دي معناها ايه؟ تمام دي معناها ايه بالله عليك؟ بالله عليك انتوا تمام كويسين ولا تمام نروح؟ بالله عليك معناها ايه؟ اصل السيشن كلها هنا، اللي ورايا دول كلهم صامتين، الخمس اللي قدامي دول بس اللي بيتكلموا. ليه؟ عاملين لك هبعت لكم برضو المايند ماب دهيت و